مشاهدينا اهلا بكم مره تانية. الحساسيه من الحاجات اللي ممكن تسبب مشكله للطفل، خاصه وهو عنده سن صغير، بتبقى منتشره جدا عند الاطفال. احيانا الامهات بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه وايه افضل طريقه للتعامل والعلاج مع مريض الطفل او المريض اللي عنده حساسيه. لازم اعرف من اول يوم ابني عنده حساسيه ولا لا، لازم اعرف اتعامل معاه ازاي، ايه الاكل اللي ينفع اكله له وايه الاكل اللي ما ينفعش اصلا اجي جنبه ولا ابني ياكله. كل ده هنعرفه النهارده من ضيفي اللي مشرفنا في الاستوديو، دكتور خالد كمال علي، استشاري طب الاطفال وحديث الولاده. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورني ومشرفني. يخليك، شكرا. النهارده يا دكتور موضوعنا مهم جدا وهي الحساسيه. الحساسيه ملف كبير جدا، احنا عايزين النهارده نفهم الام يعني ايه حساسيه، ان كان حساسيه اطعمه، ان كان حساسيه البان، ان كانت الحساسيه بشكل عام. فحضرتك فيدنا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه الحساسيه هي جزء مهم جدا في تطور ونمو الطفل، لأنه لازم يواجهها في يوم من الأيام. الحساسية هي رد فعل من جهاز المناعة. جهاز المناعة بتاع الطفل هو الجيش اللي بيواجه الأجسام الغريبة، اللي بيواجه البكتيريا والفيروسات، أي جسم غريب يدخل الجسم. إذا حصل رد فعل من جهاز المناعة لهذا الجسم، فهذا الجسم سيقاوم ويقاتل لدرجة أنه جهاز المناعة يمنع دخوله الجسم بأي صورة من الصور. رد فعل جهاز المناعة الحقيقة بيتمثل في أشكال كتير، واحدة منها أنه تظهر أعراض على الطفل، سببها الرئيسي أنه بيفرز أنواع من الأجسام المضادة، يفرز مادة اسمها مادة الهستامين. رد الفعل ده إحنا بنسميه الحساسية. قد يحدث بسبب بعض المأكولات، قد يحدث بسبب الرضاعة، وبالتالي إحنا عندنا حساسية الطعام جزء منها نوع اسمه حساسية الحليب. حساسية الحليب سببها الرئيسي اللبن البقري، ألبان زي ألبان الماعز والإبل، لكن الحقيقة النوع الرئيسي هو اللبن البقر. إذا الطفل كان في أول 6 أشهر وبيرضع رضاعة طبيعية بس، وظهرت عليه نوع من أنواع الأعراض الحساسية، الحقيقة في الحالة دي إحنا بنقول للأم أكيد أنت عندك مشكلة، لانك بتشربي لبن غريبا، لبن غريب على البيبي، لان لبن الام مستحيل يعمل حساسيه البان. يبقى عندنا اللبن، حساسيه اللبن هي جزء من حساسيه الطعام. تعرفها رد فعل مبالغ فيه من جهاز المناعه اتجاه ماده زي البروتين اللي موجوده في الالبان، او ماده قد تكون موجوده في بعض الاطعمه اللي بتعمل هيجان شديد في جهاز المناعة، فبيفرز مادة الهستامين وبيفرز بعض الأجسام المضادة اللي بتدينا بقى أعراض حساسية الأطعمة. يعني عفوا يا دكتور، ممكن الأم تكون بتشرب لبن بقري فده يكون سبب في حساسية الألبان، لأن عن طريق الرضاعة وصل الطفل الموضوع ده؟ الحقيقة إذا كان الطفل من النوع اللي بيتحسس من مادة البروتين اللي موجودة في اللبن البقري، الأم إذا شربت منتجات أي أخذ أي نوع من أنواع منتجات الألبان، شربت لبن، زبادي، مهلبية، أنواع من منتجات الألبان كلها، والبيبي من النوع ده جهاز المناعة عنده جاهز لكده، على طول هتظهر عليه أعراض حساسية الألبان. والأعراض بقى كتير يعني احنا وفي الحالة دي بنوقف الرضاعة تماما ولا بنوقف ان الأم تشرب منتجات ألبان بقى؟ رائع. الحقيقة انه إذا شكينا ان الطفل ده ظهرت عليه أعراض حساسية، والأعراض دي واضحة فعلا انها أعراض حساسية، حساسية ألبان، زي كالآتي. الطفل اللي ممكن يكون عنده الام بتلاحظ ان عنده مغص متكرر، تمام، ما بيستجبش للادويه العامه، طفل عنده انتفاخات شديده جدا، طفل بيتقيأ، طفل احيانا يتقيأ الى مستوى القيء الدموي، طفل يجيله اسهال شديد يتبادل مع امساك، دي اعراض حساسيه البان. السؤال المهم، هل كل مش بالضروره ان يظهر على جسمه؟ لا، الأعراض الجلد هي جزء من مشاكل حساسية الألبان. تمام. حساسية الألبان عشان الأم تشك، إحنا محتاجين 3 حاجات. أيوة. الحاجة الأولى إن الطفل ده يظهر عليه الأعراض قبل عمر سنة أو قبل في الشهور الأولى من الولادة. تمام. الحاجة الثانية إن الأعراض تؤثر في أكثر من جهاز، يعني ما يبقاش مثلا طفل بيستفرغ بس، وده خطأ إحنا هنقول في لقائنا، الأخطاء اللي بتقع فيها الأمهات انه بيفترضوا ان مادام بيرجع يبقى عنده حساسيه البان، مادام عنده مغص يبقى عنده حساسيه البان. لا، احنا هنقول للامهات خلي بالكم، بلاش نهول وبلاش نهون. فلا احنا هنزود الموضوع قوي ونقول هي دي حساسيه البان وبالتالي هناخد اجراءات.
او نقول لا دي مش حساسيه البان ونغفل الامر وخلاص، لا دي حاجه مغص بسيط. عشان نحط الامور في وزنها الحقيقي، حساسيه الالبان اعراضها بتؤثر في ثلاث اجهزه قبل السنه الاولى. الجهاز الاول هو الجهاز الهضمي، وده اهم جهاز الحقيقه. تمام. الجهاز الثاني الجهاز التنفسي، ممكن طفل تلاقيه بيرشح ويخنفر كتير، في صدره بيزيق، عنده كحه مستمره. السبب الحاجه الثالثه او الجهاز الثالث هو جهاز الجلد، الجهاز الجلدي، تلقى طفح دائري، حكه، اكزيما، تورمات في بعض الاماكن في الجلد. الاعراض بتاعه الحساسيه غالبا تاخد الثلاث اجهزه مع بعض بس على مراحل، يعني النهارده الطفل بيكح وبيرشح، يومين ثلاثه وامه تيجي تقول ده بيرجع كتير وبينتفخ كتير وعنده مغص كتير، يومين ثلاثه تقول انا بحس ان الولد عنده خنفره وصدره مزيق. لازم تبدا تشك، وانا بطالب الام انها ما تشخصش، اياك تشخصي، تشك بس، تشك بس. لانه انا بقول لحتى دكتور الاطفال ان دكتور الاطفال دوره بينتهي عند التشخيص، هو اللي بيشخص ثم نحيله الى المتخصص. حقيقي طبعا ما اقدرش انا اخلي دكتور الاطفال يكمل مع الطفل حتى قوائم الطعام وقوائم الحاجات اللي هنمنع منها الام، وبنتابع بالتحاليل والبين بريك اللي هو التحاليل الوخزيه او الـ او عوامل الاجسام المضاده في الجسم. لا طبعا انا محتاج ان كل واحد يبقى عارف مرحلته فين. الام بالزبط. مرحلتك تشكي امتى؟ تشكي ثلاث اجهزه قبل عمر سنه، والاجهزه الاعراض اللي لما بتظهر حضرتك للاسف ما انتش قادره تعالجيها بالعلاجات العامه. جربتي وما نفعش. بالظبط كده. مره واثنين وثلاثه. الطفل مغص مستمر، ده في طفل ممكن ما بينامش بالثلاث ايام بسبب المغص، بسبب مغص الحساسيه. مغص الحساسيه، المغص العادي ما بيعملش كده. طفل تلقى امه بتقول والله بمجرد ما بحطه على الصدر بيسيبه ومتعصب وبعدين يرجع له تاني، وده كتير من الامهات فيها بتقول لك كده. تقول لك غضبان، هو مش غضبان ولا حاجه، هو المجرد ما بينزل اللبن معدته بيوجعه، بيبدا يؤلمه، فبيبدا يحاول يسيب المصدر ده ويرجع له تاني. الحقيقه الاعراض دي الام تخليها تبدا تشك وتقلق، تتابعها خطوه خطوه. تمام. بعد كده دور دكتور الاطفال بيقعد مع الام وياخد تاريخ المرضي وقصه الاعراض. لانه زي ما هنقول بعد شويه في اعراض بتختلط مع بعض. الام ممكن تبقى شايفه طفلها بيرجع باستمرار، الاستفراغ ده مش نوع من انواع امراض الارتجاع؟ هل الارتجاع لازم يكون معاه حساسيه البان؟ لا مش لازم، مش شرط. البروتين اللي موجود في اللبن ده عمل لنا ماده، افرز لنا ماده من خلال جهاز المناعه اسمها ماده الهيستامين، وطلع اجسام مضاده، الاجسام المضاده دي عملت لنا الاعراض في ثلاث اجهزه، الجهاز الاول الجهاز التنفسي والهضمي والجلد. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي مش لازم الاعراض تبقى في جهاز واحد، ممكن تبقى في اكتر من جهاز. طب لو في جهاز واحد في الحاله دي تتابعها كويس قوي وتراجع باقي الاجهزه بجسم ابنها تبقى مركزه اكتر. خلينا نروح لنقطه ثانيه سريعا لان فعلا الموضوع مهم وعايز اخد من حضرتك اكبر قدر من المعلومات فيه. طبعا. تحليل او العينه اللي بناخدها كعب الرجل عند الولاده ويبقى الطفل ثلاث ايام وبناخد منه في كعب رجله، وطبعا ده وزاره الصحه مشكوره بتعمل ده دايما. التحليل ده بيفيدنا في ايه وبيقينا من ايه؟ تمام. التحليل ده الحقيقه هو هو تحليل عينه بسيطه خالص بتتاخد من كعب الرجل، بتتحط على فلتر بيبر على ورقه صغيره في الاسبوع الاولاني من الولاده، ودي بتقيم لنا الغده الدرقيه بتاعه البيبي يا ترى سليمه ولا غير سليمه. والحقيقه ان ده سكريننج تيست، يعتبر نوع من انواع الامن القومي. يعني حضرتك ده اجيال كامله ممكن تدمر اذا جهاز اذا غده الدرقيه لم يتم علاجها بدري، لانها بتؤثر كثيرا على الوعي بعد كده والادراك وعلى الفهم وعلى نمو الطفل. طبعا طبعا ده تحليل الوخز، هو شبيه كتير بتحليل الوخز بتاع تحليل الحساسيه اللي بنعمله للاطفال اللي عندهم حساسيه اطعام. هو ده بقى دي ده مختلف الفيصل اللي بيننا، لان النهارده يا دكتور سمعنا عن مرض يمكن نادر بس امهات كتير تغفلوا اسمه البي كيو. مرض البي كيو
بيجي للاطفال لو كلوا اي نوع من الاكل الطبيعي. يعني احنا بنفهم ولادنا، بنقول لهم انتوا عندكم نظام معين من الحميه او نظام معين هنتبعه، لان اي اكل كلتوه ان كان العيش، اللحمه، الفراخ، السمك، اي نوع من الاكل، لو سيبنا الموضوع ده الطفل بيجي له تشنجات وبيضرب راسه في الحيط. انا عايزه اقول لك حضرتك ان الحاله دي بتتبعت لنا على الصفحات بالكلام ده بالظبط، ان الطفل جاله تشنجات وبيضرب راسه في الحيط، ولو استمر في كده ممكن يوصل بيه لتخلف عقلي. ده اللي انا سمعته، الكلام ده حقيقي وفعلا لازم نلتزم بيه ولا؟ اذا كنت بتقصدي الحساسيه الشديده اللي بتحصل لبعض الاطفال من بعض الاطعمه، فاحنا لو انتقلنا بقى من الست شهور الاولى بعد الست شهور اللي هو الطفل بدا يدخل له نوع من انواع الاكل وهيكبر بعد كده عليه، ففي اطعمه الحقيقه الطفل لما بياكلها بتصيبه بانواع من الحساسيه مريعه، بتصل الى مرحله الصدمه الشديده جدا اللي ممكن لازم يروح فيها مستشفى وياخد فيها حقن وتمنع ان الطفل ده يدخل في احد اعراض الصدمه الحساسيه. صدمه الحساسيه احد اعراضها الجانبيه او اهم اعراضها الجانبيه هي الوفاه، يعني مش فقط انه عنده حساسيه وطفح، لا، احيانا الوش بيورم والطفل بيجي له هيجان فظيع جدا جدا، الهبوط شديد في الضغط. صدمه الحساسيه هي احد الحقيقه الاعراض الصعبه جدا لحساسيه الاطعمه. احيانا بنتجنب ده، ان الام بنفضل وبنقول له الام لو سمحتي لما تيجي تدخلي لبعض الاطفال الاكل دخلي ماده كل 3 ايام اذا كان اول مره في حياته. كل 3 ايام بتدخلي حضرتك وده المادة. من بعد الست شهور الاولى، ده بعد 6 شهور الاولى بتدخلي ماده صغيره كميه بسيطه خالص، نص معلقه او معلقه، وتتابعيه 24 ل 48 ساعه. بعدين تدخلي الماده اللي بعدها، هنفرض حصل اعراض، خلاص الام عرفت اي ماده بتعمل كده. المشكله الرئيسيه يا سيدتي اذا كان الطفل كبير وبياكل وبدات تظهر عليه اعراض بتاع حساسيه ماكولات كان بياكلها قبل كده، وده بيحصل، يعني ده وارد جدا. والحقيقه انه دي ظاهره بتحير الامهات والاطباء، طيب ابني كان بياكل فراوله، ايه اللي خلاه حصل له حساسيه من شوكولاته؟ ونفس الكلام. الحقيقه سبب من الاسباب انه بعض انواع اجهزه المناعه عند الاطفال عندهم حاجه اسمها التراكم في التاثير، يعني النهارده بيزيد تحفيز جهاز المناعه، بكره بقى 50%، بعده بقى 70%، بيزيد لحد ما يكتمل نصاب الزياده اللي بيخلي ظاهر عليه تعمل شاور بقى شديد من ال طب يا دكتور، انا خايفه على ابني، اعمل ايه عشان اتفادى ده؟ في تحليل معين ان انا اقوم باجراءه بحيث ان انا ابقى ضامنه ان ابني ما عندوش مشكله؟ خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه، التحاليل تمثل في الحساسيه تمثل 30% من المشكله او من الحل، و70% ما يسمى بالمنع او الاستبعاد ثم الادخال. ازاي حضرتك بنقول للام امنعي 1 2 3 4 من المأكولات التي اللي هي المتهمة بهذه المشكلة، تمام؟ إذا كانت أم بترضع وبتشرب لبن بنقول لها وقفي الألبان، وقفي كذا وكذا وكذا من 2 إلى 4 أسابيع. إذا كان طفل بيأكل هذه المأكولات بنوقفه المأكولات دي من 2 إلى 4 أسابيع. دي أدق طريقة للتشخيص. بعد كده الطفل بيتحسن، بعد ما بيتحسن بنرجع له نفس المأكولات بالتدريج ونشوف. والله رجعت الاعراض يبقى 100% عنده حساسيه من هذا الطعام، فبنمنعه تماما. بدليل انه حضرتك عندك تحليل الوخز. احنا عندنا 3 طرق كتير، لكن اشهرها 3، ناخد عوامل الاجسام المضاده في الجسم وبنقيسها زي الاي جي اي وخلافه، وفي تحليل اسمه الفود بانل اللي هو ناخد 40 50 نوع من الاكل بنعمل لهم تحليل في الدم، ده تحليل مشهور. يجي لحضرتك كده ورقه كبيره فيها البيض، السمك، اللبن، الجمبري، مظبوط، ده بيعمل حساسيه وده ما بيعملش، ده بيعمل حساسيه وده ما بيعملش. التحليل الثالث اللي هو الوخز، مجموعه من الشكات كده على الجلد، وكل نوع بيعمل لنا اذا عمل لنا هويل يعني ارتفاع شديد وتحسس شديد يبقى النوع ده بيعمل حساسيه. بس خليني اقول لحضرتك نقطه مهمه، الا يحدث احيانا ان التحليل ده يتعمل لبعض الاطفال؟ اسالي حضرتك زميلاتك واصدقائك، اقول لك بنعمل التحليل بيقول لنا البيض بيعمل حساسيه والولد بياكل بيض عادي وما عملوش حاجه، يبقى مش دقيق. طيب بعض الامهات بتعمل ده الفود بانل، بتعمل التحليل الوخز يعمل دايره حمراء جدا جدا على مثلا الجمبري، والولد بياكل عادي ودايس في الجمبري عادي، ولا في حاجه ولا في مشكله يعني. وبالتالي الادق هو الاستبعاد ثم اعاده الادخال.
دي ادق طريقه، دي ادق طريقه، دي ادق حاجه. نستبعد الصنف ده وبعد كده لمده من اسبوعين الى اربعه، وبعدين بعد كده نرجعه تدريجيا تاني. تدريجيا ما حصلش حاجه نكمل، حصل حاجه نوقفه تماما. بالظبط. السؤال بقى، هل الام اللي تعمل كده من نفسها ولا لازم تراجع الدكتور؟ احنا بنقول للام حضرتك مرحلتك الشك فقط. بالزبط. حضرتك شكيتي ان فيه نوع من الاطعمه بيعمل كذا وكذا وكذا، اللبن ده بيعمل كذا وكذا، تنقلي هذه المعلومات. وانا بفضل ان كل ام يكون عندها خليني اقول برضو وناكد على المعلومه، حضرتك مرحله الشك فقط، شكيتي في حاجه لازم تروحي لدكتور مختص هو اللي يقرر بعديها ايه اللي يعمل وايه اللي يشوفه اصلح لابنك، انت ما عليكيش غير انك تشكي فقط. خليني اخر سؤال اختم بيه مع حضرتك، حساسيه القمح، لان تمام. برضو اسئله كتير جدا بتيجي عن حساسيه القمح، اعمل ايه وايه الاختبارات اللي اعملها، وفعلا في ادويه معينه لازم ابني ياخدها عشان اقدر اتعامل مع القمح؟ ممتاز. احنا بسرعه كده، القمح احنا بندخل القمح للبيبي من سن شهر الخامس او السادس، وبنفضل يكون بعد 6 شهور. بالزبط. بيظهر على الطفل برضو اعراض الحساسيه، بس الفرق بينها وبين الاعراض الحساسيه العامه انه احيانا نمو الطفل بيكون صعب جدا، ما بينموش ابدا وهو بياكل المواد اللي فيها قمح، ما بينموش، ما بيكبرش، الطفل بيبقى هزيل باستمرار، عنده اسهال مستمر، عنده قيء. النوع الطفل ده امه بتشك فيه، تروح لدكتور الاطفال بيعمل له تحليل عشان يتاكد ان القمح هو المشكله. ده تحليل زي الانتيجليادين، تحليل الجلوتين، في الجلوتين هو الماده البروتينيه او الماده الموجوده في القمح اللي بتعمل لنا مشاكل الحساسيه. طيب الام اذا تم التشخيص تماما خلاص بيتم اعطاء هذا الطفل قائمه من الماكولات فري من الجلوتين، ما فيهاش جلوتين اطلاقا. لكن هل في دواء ياخده؟ الحقيقه لا، بياخد ادويه تقلل الحساسيه وتقلل له الطفح والاعراض، لكن لا يمكن يكون في ادويه بتمنع الجلوتين جوه الجسم، فقط استبعاد الجلوتين. استبعاد. يبقى احنا اتفقنا يا دكتور ان احنا اللي قادرين ان احنا الام تشك، بعد كده نبتدي نروح لدكتور يشخص الحاله ونمنع من اسبوعين لاربع اسابيع، ونبتدي ندخل تدريجيا اي نوع من انواع الاكل. تمام. الطفل ما حصلوش حاجه نكمل، حصل له حاجه بنبتدي نقف. ويا رب نكون لخصنا لحضراتكم حاجه مهمه جدا في موضوع الحساسيه، لان الاسئله فيه كتيره جدا، امهات كتير جدا قلقانه طول الوقت، فجاه بتصحى تلاقي ابنها وارم، عنده طفح جلدي، عنده مشكله معينه، وبتبقى محتاسه ومش عارفه تعمل ايه. خدوا بالكم، جربوا لاولادكم بعد ال6 شهور الاولى، دخلوا لهم الاكل بالتدريج، بلاش كله مره واحده، دخلوا البروتينات نوع لمده 3 ايام، نشوف الطفل استجاب، حصل له حاجه هنوقفها، ندخل القمح لمده 3 ايام، وهكذا. صح يا دكتور؟ مظبوط. شرفتني ونورتني واستفدت من حضرتك جدا، بجد بجد استفدنا جدا منك، واتمنى حضرتك تشرفنا دايما باذن الله. ان شاء الله. اتمنى نكون افدناكم، وخلينا دلوقتي نروح للفقره اللي بعد كده، فقره مهمه جدا لكل ام لسه عندها بيبي جديد حديث الولاده ومش عارفه تنام ومش عارفه تعمل اي حاجه منه، ودايما بتشتكي ابني او بنتي ما بيناموش، اعمل ايه؟ هنعرف اكتر ده من دكتور محمد حموده، وهو استشاري طب الاطفال النفسيه، وهو دايما المسؤول عن الجهاز العصبي للمراهقين والاطفال، واللي هيكلمنا بالموضوع باستفاضه وهيقول لنا الام اللي ابنها ما بينامش تعمل فيه ايه. خليكم معانا ومحدش يروح في اي حته، حلقتنا لسه مكمله.